لنبات ثمارة الرثة عدة فوائد علاجية وغذائية واستخدامات متنوعة أخرى، منها تستخدم في علاج الربو ويتم استخدامها بمثابة كمادات محفزة، وتوضع البذور تحت جفون العيون الملتهبة لتسبب البكاء وبالتالي إخراج الأجسام الغريبة من العين، ويستعمل منقوع أوراقه في علاج آلام الحلق والصدر، ولها فوائد علاجية كثيرة سنذكر الأهم منها. ولهذا أدعوك عزيزي المشاهد لمشاهدة الفيديو إلى الآخر لتستفيد أكثر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، وأتمنى كذلك أن تضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في قناتي إن لم تشتركوا من قبل، فضلا منكم وليس أمرا. وسنتكلم أولا عن الفوائد العلاجية لهذه النبتة بعد هذا الفاصل. إن هذا النبات يتمتع بخصائص مضاد حيوي، مبيد للجراثيم، مضاد للسرطان، مضاد تأكسد، مضاد فطري، مضاد التهاب، يكافح الشيخوخة، منشط ومسكن ألم ومستحضر تجميل، والنبات يفيد في علاج الالتهابات ومرض السرطان والقرحة والحصبة الألمانية والتهاب المفاصل والسعال والحمى وضيق التنفس واليرقان، ويستخدم في الطب الشعبي كطارد للحمى وفي علاج الربو والتهاب الحلق والصدر وعلاج الحصبة وتخفيف الروماتيزم وإزالة السموم من الكبد والطحال والتنظيف الجروح والعلاج السعال. وطريقة استعمالها للتخصيص، نأخذ ملعقة صغيرة من البذور نضعها في كوب ماء ساخن، تطرق قليلا وتحلى بالعسل، ثم يعصر عليها نصف ليمونة، ثم تشرب قبل الإفطار بنصف ساعة. أما للتسمين، نأخذ ملعقة صغيرة من البذور ونقلبها في كوب حليب ساخن، ثم يحلى بعسل النحل ويشرب. وأما استخداماتها لحر الصيف وقمع العطش، نحضر بعض من بتلات الورد المجفف أو الغد، نضعها في كوب ثم ننصب عليها ماء مغلي، نقلبه جيدا ثم نتركه مغطى لمدة 5 دقائق، ثم نصفيه ونأخذ الماء ونضع عليه ملعقة صغيرة من بذور الثمارة الرثة، ثم نسخته قليلا ثم نتركه ليبرد، ثم نعصر عليه نصف ليمونة ونضع عليه بعض من مكعبات الثلج ويشرب بالبذور. ويمتلك خصائص علاجية مثيرة للاهتمام خاصة لأمراض الحلق مثل فقدان الصوت وبحة في الصوت، ولهذا السبب يطلق عليه عادة في إيطاليا عشبة المغنين. وفي الواقع كثيرا ما يستهلك المغنون كوبا قبل أداء الفن من منقوع، حتى لو كانت قدرته مفيدة لا تزال بحاجة إلى إثبات علمي. ويمكن تحليل بعض البيانات الأولية، ولكن ينبغي تكريس جهود وموارد جديدة لدراسة وفحص نبات ذو إمكانات علاجية قيمة. وأما الآن سنتكلم عن الاستخدامات الغذائية لنبتة ثمارة الرثة بعد هذا الفاصل. يمكن أن تؤكل الأوراق خضراء، ومع ذلك يتم تناولها عادة عندما لا تتوفر أطعمة أخرى، حيث تكون نكهتها الحارة الرادعة. يمكن أن تؤكل الزهور نيئة، في حين يتم طحن البذور إلى مسحوق وخلطها مع مكونات أخرى لصنع الأطعمة الغنية بالمغذيات التي تشمل الحبوب والمخبوزات والتورتيلا، وتؤكل نيئة أو مطبوخة، تستخدم كخضار طعام المجاعة، يتم تناوله فقط عندما يكون هناك نقص في الأطعمة الأفضل. وأما بذور هذه النبتة فيمكن تجفيفه وطحنه إلى مسحوق ثم خلطه بالماء، ويتم استخدامه كعصيدة
يمكن خلط البذور مع الماء لعمل مشروب، وله استخدامات عديدة سنذكر بعضها الآن. وفي المناطق الصحراوية في شبه الجزيرة العربية ومصر، يعتبر صاروخ لندن مصدرا هاما لعلف الماشية، ويقال إن البدو في شبه جزيرة سيناء وصحراء النقب استخدموا ورقة جرجير لندن كبديل للتبغ. وقد وجدت دراسة حديثة عن محتوى القلوي لنباتات المزروعة في الصحراء في العراق تركيزا عاليا من مادة النيكوتين. وأما الآن سنتكلم عن أضرارها وبعض من مواصفاتها القياسية بعد هذا الفاصل. نبتة ثمارة الرثة هي عشبة شديدة التنافسية في بعض البلدان، ويتم تصنيفها أنها غازية وتضر محاصيل زراعية، وهي تنتشر بسرعة وتتنافس هذه الحشائش العدوانية مع النباتات المحلية الأخرى، ويمكن أن تحل محلها. وسنذكر بعض الطرق للتخلص منها أو على الأقل التخفيف منها. فبمجرد أن تبدأ الحشائش في الإزهار والثمر، سيكون من الصعب السيطرة عليها بشكل فعال. في الواقع أفضل وقت لإزالة الحشائش هو قبل الإزهار والثمر، لأن البذور ستنتشر بسرعة بعد ذلك. لذلك من الضروري إزالة الأعشاب الضارة في كثير من الأحيان، واتخاذ الاحتياطات مسبقا في العام المقبل. أولا التغطية. أثناء مرحلة البذور يتم التغطية بنشارة الخشب أو القش لمنع إنبات البذور ونمو الشتلات بشكل فعال. بشكل عام يتم استخدام هذه الطريقة في الشتاء أو الربيع لمنع إنبات الحشائش في التربة. يمكن استخدام هذه الطريقة لعزل البذور والتربة لمنع البذور من السقوط في التربة إذا كانت الحشائش مزهرة ومثمرة بالفعل. ثانيا الانسحاب. قبل أن تتفكك الأعشاب الضارة، ارتدي قفازات أو استخدم أدوات لسحبها للخارج إذا كان من الصعب اقتلاعها الحشائش بسبب التربة الجافة. فإن إضافة الماء إلى التربة يساعد في تسهيل إزالة الجذور تماما. بعد إزالة الحشائش يمكن الاعتماد الحرث العميق لإزالة الجذور المتبقية. هذه الطريقة فعالة بشكل خاص للأعشاب الضارة التي تكون في مرحلة الشتلات أو ذات حجم نمو منخفض. ثالثا التقليم. يمكن لتقليم الحشائش قبل أن تثمر أن يتحكم بشكل فعال في انتشار الحشائش، خاصة بالنسبة للأعشاب الضارة السنوية. يمكن أن يمنع التقليم المتكرر نمو الأعشاب الضارة وإثمارها بشكل فعال في نفس العام. رابعا الحرث. قبل الزراعة حرث التربة وجمع جذور الأعشاب المعمرة والتخلص منها، قم بتاريدها للشمس أو دفنها بعمق. يمكن استخدامها أيضا في إعادة الأسمدة العضوية وتحويلها إلى سماد. خامسا المكافحة الكيميائية. يمكن أن يؤدي استخدام مبيدات الأعشاب المناسبة إلى إزالة الأعشاب الضارة من المنطقة بشكل فعال. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.